اول واهم نصيحه للدبل جيم ويك اللي جاي هو عموما ان استخدام اي تشيب في اللعبه معتمد بس على فريقك انت. ممكن اقول لك 10 استراتيجيات مختلفه تقدر تلعب بيهم الوايلد كارد والتريبل كابتن والفري هيت والبنش بوست وكل حاجه من الكلام ده كله، ولكن اللي بيحدد هو فريقك انت. الحاجه الثانيه اللي عايز اتكلم فيها كمان، الجوله 28 جوله دبل جيم ويك، الجوله 29 جوله دبل جيم ويك، الجوله 30 جوله بلانك كبير، فحاول دايما وانت بتفكر في اللعيبه اللي هتشتريها في الجولتين الجايين يكون عندهم ماتش في الجوله 30. استون فيلا، ارسنال، ليدز يونايتد، ولفرهامبتون، ليستر، برينت. وياخدنا على طول النصيحة رقم 3 وهو ان انت دايما لازم تستنى على تغييراتك لحد الاخر. النصيحة الرابعة هي مدافعين تشيلسي ومدافعين ولفرهامبتون. تشيلسي مرشح انه يكون عنده دبل في الجولة 28 ده اولا. ثانيا ماتشاته اللي جاية كلها كويسة اعتقد لحد ما قبل نهاية الدوري 3-4 جولات. الوضع نفسه ينطبق بس على سكيل اقل شوية على ولفرهامبتون. فريق دفاعه كويس مقبول الى حد كبير، طبعا مش دفاع تشيلسي ولا ليفربول ولا السيتي ولا اي حاجة من الحاجات دي، ولكنه دفاع كويس جدا. خصيصا يقدر يديك عدد سيفز كتيرة جدا.